بمجرد أن وطأت أقدام جيش الاحتلال الفرنسي أرض الجزائر سنة 1830 بسطت سيطرتها على مدينة الجزائر، ظن المستعمر أن الجزائر أصبحت تحت سيطرتهم، لكن سرعان ما اصطدم جيش الاحتلال بمقاومة شعبية شرسة رافضة للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرض طاهرة دنسها المستعمر الغاشم، حيث برزت عدة شخصيات قادت المقاومة الشعبية المسلحة، من أبرزها محمد الأمجد بن عبد الملك من مواليد 1820، دعاه الناس الشريف ببغلة لأنه كان يركب بغلا في تنقلاته بين القرى والمداشر لزيارة المشايخ وكتابة التمائم وعلاج المرضى بطرق تقليدية. برز نشاط شريف ببغلة بناحية سور الغزنان خلال عام 1849 وبعد تفطن السلطات الفرنسية لنشاطه، حاولت اعتقاله فغادر ببغلة المنطقة إلى قلعة بني عباس، وفي مطلع عام 1851 توجه سرا إلى قرية بني مليكش بجاية حاليا بموافقة زعمائها وجعل منها مركز عملياته الجديد، ومنها أخذ يراسل الشخصيات البارزة في المنطقة وسكان جبال البابور والحضنة والمدية ومليانة وجبال جرجرة، يطالبهم بتأييده ومناصرته في الكفاح ضد الفرنسيين. استمات شريف ببغلة في الدفاع عن منطقة جرجرة وجند الكثير من أبنائها رغم قوة جيش الاحتلال الفرنسي، لا سيما تلك التي قادها كبار الضباط من أمثال بالونجيني وبوسكي لتحطيم قلاع المقاومة ومعسكرات ثوار المنطقة، لكن استماتة شريف ببغلة في الدفاع عن منطقة جرجرة ودعم شيوخ الزوايا له أفشل خطط العدو بالمنطقة. وأمام المقاومة الشرسة لرفقاء شريف ببغلة الذي أصيب في أحد معاركها، لكنه عاد إلى مقاومة الاستعمار لتتسع رقعتها بانضمامه إلى لالة فاطمان سومر. قاوم شريف ببغلة ورفض الرضوخ حتى سقط شهيدا يوم 26 ديسمبر 1854، جز رأسه وعلق على أبواب المدن والقرى نكاية به وبالثوار. احتفظت فرنسا بجمجماته في متحف لوفر ليعود اليوم إلى أرض الوطن رفقة 23 من شهداء المقاومة الشعبية الأشاوس في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان، يدفن ورفقاؤه في أرض الشهداء التي ضحى من أجلها 1.5 مليون شهيد.